مساء الخير، رمضان كريم، وأهلا فيكم بحلقة ومغامرة جديدة من برنامج المسابقات حكاية. ابعتوا رسالة نصية للأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة، وكل ما بعتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم بالمشاركة، وكل ما زادت مشاركتكم كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزة الكبرى سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمة من شركة أبو خضر للسيارات الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه. تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة، صممت خصيصاً لتلبي احتياجاتكم، بالإضافة لهدايا عديدة مقدمة من جهات مختلفة في صندوق الهدايا اللي ممكن يطلع لأي شخص منكم. وغير المبالغ المالية، عندنا هدايا بقيمة 250 دينار رح تكون محولة على محفظة أورنج ماني. شاركوا معنا وابعتوا رسالة قصيرة فيها الرقم 5، وما تنسوا أنه في سحب على سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 بنهاية الشهر الفضيل للأشخاص اللي بتشارك وبتبعت رسائل كتيرة من الأردن على الرقم 93 85 5 على شبكات أورنج زين وأمنية، وكمان من فلسطين على الأرقام 37 150 على شبكة جوال، وعلى 635 على شبكة أريده. وكمان تقدروا تشاركوا معنا من العراق على 29 21 على شبكة زين، وعلى 44 99 على شبكة آسياسل. ولكل الأشخاص اللي بعتوا رسائل في الأيام الماضية، ضلكم ابعتوا كل يوم لأنه فرصتكم رح تزيد لتكونوا من المتصلين في حلقة من حلقاتنا، وأكيد أنه ما حدا من عنا بيطلع خسران أو زعلان. ولكل الأشخاص كمان اللي ربحوا معنا بالحلقات الماضية، رح يتواصل معكم القسم المعني بتسليم الجوائز في الأيام المقبلة من أيام الشهر الفضيل، ومبروك لكم كل الجوائز اللي ربحتوها. وبدي أذكركم بتطبيق حكاية الموجود على بلاي ستور، أب ستور، وهواوي أب جاليري، اللي رح يساعدكم في معرفة الصورة قبل ما نلعبها على الهواء. لهيك حملوا تطبيق حكاية لتوصلكم قصة جحا الجديد اللي رح نلعبها بكرة، وهذا الإشي أكيد رح يسهل عليكم المسابقة. وكمان لكل الأشخاص اللي حملوا التطبيق، اعملوا للتطبيق أبديت حتى يوصلكم كل شي جديد، لأنه إحنا دائماً بنسعى للتطوير. وهلأ صار وقت أحكي لكم قصة صورة اليوم. جحا زي ما عرفنا بحب يعمل خير ويساعد المحتاجين، وبصورة اليوم بنشوفه بمستشفى القرية عم بتمرع بمبلغ كبير لمساعدة المرضى اللي وضعهم المادي صعب. وبالصدفة الصبية اللي بحبها جحا بتكون في نفس المستشفى مع والدها المريض، وبتشوف جحا وهو عم بتبرع بدون ما ينتبه لها. إذا في هاي الصورة في عنا 50 قطعة متحركة، وكل اللي عليكم تعملوه إنكم تختاروا هدول القطع. وهلا صار وقت نبدأ مع أول متسابق لليوم. هلو، مساء الخير يا أحمد. رمضان كريم. رمضان كريم، الله أهلا وسهلا، وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيك يا راشد. آلية المسابقة واضحة، 45 ثانية، عفوا أحمد، آلية المسابقة واضحة 45 ثانية، وتحدد لي بالضبط وين القطع موجودين. تمام، يلا أوكي تمام. تفضل يا أحمد. خلينا نختار المروحة. المروحة اللي فوق 100 دينار. برافو برافو، اخترنا لك إياها. نختار المزهرية اللي تحت. المزهرية اللي تحت عند جحا اللي بتتحرك. اخترناها، جمعت صندوق هدايا. اها، نختار الطربوش اللي هناك الاحمر اللي على الشمال. اخترنا لك اياه وصندوق هدايا ثاني. تمام، ونختار الشنطة اللي تحتيها، الشنطة الخضراء. هاي اخترناها، صندوق هدايا ثالث. برافو، كمل يا احمد. نختار الشنطة الخضراء تاعت الباكج تبع الهدايا اللي جوا الغرفة. قنبلة يدوية خسرتك آخر جائزة، ولكن أكيد جمعت معنا 100 دينار بالإضافة لصندوقين من الهدايا. مبسوط بجائزتك؟ طبعاً أكيد. أوكي، خلينا نشوف صناديق الهدايا شو مخبين لك. بنحكي لك ألف مبروك على الجائزة الأولى، وهي هاي الجائزة يعني مقدمة من مركز إيمانتكو طبعاً، والجائزة طبعاً هي إيمانتكو، مركز إيمانتكو معروف يعني بيقدم خدمات التنحيف والعناية بالبشرة والليزر، والجائزة هي قسيمة شرائية أكيد بقيمة 200 دينار، ألف مبروك لإلك. أما الجائزة الثانية فهي مقدمة من حلويات نفيسة، كوبون شرائي بقيمة 50 دينار، ألف مبروك لإلك جائزتك. اتصال ثاني، هلو مساء الخير. أهلا وسهلا يا فادي، كل عام وإنت بخير. فادي عم تسمعنا؟ مساء الخير يا فادي.
طيب لبين ما يرجع لنا فادي، بدي اذكركم انكم تكثفوا مشاركتكم خلال الايام الجايه من خلال ارسال رساله نصيه ممكن تسح لكم الفرصه بانكم تشاركوا معنا اكيد. والمسابقه كثير سهله، كل عليكم تعملوا انكم تختاروا القطع الموجوده بالصوره، القطع اللي بتتحرك. واكيد كل ما كثفتوا مشاركتكم كل ما زادت فرصتكم لا تربحوا سياره شيفروليه كابتيفا 2021. ولكل اللي عم بتابعونا ابعتوا هلا رسائل ممكن تكونوا انتم المتسابقين الجدد. يلا ناخذ محمد. هلو مساء الخير يا محمد، رمضان كريم. الله اكرم، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير، الله يعافيك يا رب. بخير وصحه وسلامه. اوكي رح نبلش بالمسابقه، 45 ثانيه وحدد لي بالضبط وين القطع. اوكي تمام، تفضل بلش وقتك. المفاتيح اللي جنب الزلمه اللي عند صندوق التبرعات. 50 دينار، برافو. صندوق التبرعات، صندوق التبرعات ما عم بتحرك. تمام. المزهرية الزرقاء اللي قدامه للزلمة. للأسف مرق 10 ثواني، هي اخترت لك إياها الحصالة. 100 دينار، برافو. شو غيرها؟ اللي فيها الورد اللي عند الزلمة. اللي فيها الورد اللي عند الزلمة، هلا ما في هون ورد. اللي على الشباك. للأسف مرق. أنت منتبه على الصورة الموجودة معنا؟ تمام، الخنجر تاع جحا. أوكي. 500 دينار، برافو. كيف المصاري اللي انتهى وقتك للاسف، ولكن قدرت انك تجمع من خلال قطعه واحده 500 دينار، قد ايه مبسوط بالجائزه؟ كثير، يعطيكم العافيه، شكرا. الله يعافيك العفو. اكيد، بس احكي لي انت مخطط حاطط شيء ببالك حابب تعمل فيه بهذه الفلوس؟ لا والله لا، لسه مش مقرر. يلا تصرفهم بالهنا يا رب، الف مبروك لك الجائزه. ننتقل لمتصل جديد. هلو مساء الخير يا فادي، كيف حالك؟ هلو مساء النور، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، الله يعافيك، وينك عم بالنادي عليك؟ ما عم انا متاسف والله، فصل الخط من عندي. لا ولا يهمك، احنا مبسوطين. التليفون ولا يهمك، الحمد لله تمام ومبسوطين بسماع صوتك اكيد يا فادي. فادي رح نبلش بالمسابقه، 45 ثانيه وحدد لي القطع وين موجودين بالضبط. يلا بلش وقتك، تفضل. يلا الكامله اللي ورا جحا. تي ان تي، اختار غيرها. الصندوق اللي برضه ورا السكامله اللي كانت على السكامله. للاسف طلعت لك قنبله ذريه، وهي القنبله بتطلعك برا المسابقه، واذا كنت مجمع جوائز للاسف بتخسرك اياهم، ولكن احنا ما برضينا انك تطلع من عندنا زعلان، واكيد في لك جائزه، بدنا نحكي لك الف مبروك على هاي الجائزه وهي بقيمه 250 دينار، رح تكون محوله على محفظه اورنج ماني، الف مبروك لك هاي الجائزه اكيد. بدنا ننتقل لمتسابق جديد. هلو مساء الخير. هلو رمضان كريم، اهلا وسهلا يا محمد. الو، اهلا وسهلا رمضان كريم. الله اكرم، اهلا وسهلا فيك. عارف شو هي اليه اللعبه؟ 45 ثانيه وبدي تحدد لي بالضبط وين القطع موجودين. اوكي 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 تمام، تفضل بلش وقتك. السماعه، عفوا السماعه اللي فوق جحا. اللي فوق جحا، اوكي. 100 دينار، برافو. التلفزيون، صندوق هدايا، اللوحة اللي على باب الغرفة الخارجية، صندوق هدايا تاني، برافو. الطفاي، طفاية الحريق، صندوق هدايا ثالث، المكنسة اللي على باب الغرفة. قنبلة يدوية خسرتك الجائزة، ولكن قدرت انك تجمع 100 دينار بالاضافة لصندوقين من الهدايا، اكيد الف مبروك. وخلينا نشوف صناديق الهدايا شو مخبيين لك. بدنا نحكي لك الف مبروك على الجائزة الأولى، بدنا نحكي لك هي قسيمة شرائية اكيد بقيمة 200 دينار مقدمة من شركة بارجيلو التركية للعطور، أما الصندوق الثاني والجائزة الثانية خلينا نشوف شو مخبيت لك. قسيمة شرائية بقيمة 400 دينار مقدمة من مجموعة اليازوري للكتب، ألف مبروك أكيد لإلك كل الجوائز. مشاهدينا بدي أذكركم بآلية المشاركة البسيطة، ابعثوا رسالة نصية للأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة، وكل ما بعثتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل، سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمة من شركة أبو خضر للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه. بتتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة، صممت خصيصا لتلبي احتياجاتكم، بالإضافة لهدايا عديدة مقدمة من جهات مختلفة في صندوق الهدايا اللي ممكن يطلع لأي شخص فيكم. رح نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم في المسابقة.
اهلا فيكم من جديد، مكملين معكم حلقه اليوم من برنامج حكايه. كل اللي عليكم تعملوه حتى تشاركوا معنا هو انكم تبعتوا رساله نصيه للارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، وكل ما بعتوا اكثر كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزه الكبرى في نهايه الشهر الفضيل، سياره شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمه من شركه ابو خضر للسيارات الوكيل الحصري لعلامه شيفروليه. تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة صممت خصيصاً لتلبي احتياجاتكم، بالإضافة لهدايا عديدة مقدمة من جهات مختلفة في صندوق الهدايا اللي ممكن يطلع لأي شخص منكم. إذا شاركوا معنا وابعتوا رسالة قصيرة فيها الرقم 5 على الأرقام الظاهرة قدامكم على الشاشة. بدنا ناخد اتصال جديد بحلقة اليوم. هلو، مساء الخير، أهلاً وسهلاً يا فلسطين، رمضان كريم. الله أكرم. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً، مرحب حبيبة قلبي. فلسطين، رح نبلش بالمسابقة، 45 ثانية حددي لي القطع وين موجودين بالضبط، وما تمرقي 10 ثواني بدون ما تختاري أي قطعة، أوكي؟ ماشي. تمام، بلش وقتك يا فلسطين، تفضلي. علبة الهايجين المعقم اللي على الحيط. علبة الهايجين المعقم يدوية اخترنا لك إياها، طلعت لك قنبلة يدوية. طيب، الحذاء اللي على الأرض. الحذاء اللي على الأرض. 50 دينار، برافو. في المساحة اللي عند باب الغرفة. يدوية خسرتك الجائزة الكامل. الووكر، الووكر، الووكر المتحرك. تي ان تي غيرها. في الخبزة اللي على الطاولة. صندوق هدايا. وفي صحن الأكل اللي جنبها. 50 دينار قبل ما يخلص وقتك، برافو يا فلسطين، قدرتي انك تجمعي معنا 50 دينار بالاضافه لصندوق من الهدايا، الف مبروك لك. وخلينا نشوف هذا الصندوق شو مخبي لك. جائزه نقديه بقيمه 150 دينار اردني مقدمه من الدائره الخضراء جرين سيركل، الف مبروك لك جائزتك. اكيد متسابق جديد. هلو، مساء الخير. مساء الخير، رمضان كريم. اهلا وسهلا يا شادن حبيبه قلبي، كل عام وانت بالف خير. شادن حبيبتي، حبيبه قلبي، رح نبلش بالمسابقه 45 ثانيه، حددي لي القطع وين موجودين بالضبط، اوكي؟ تمام، بلش وقتك، تفضلي. علبه المحارم اللي على اللي في الزاويه هناك. علبه المحارم. صندوق في صندوق هدايا، برافو. تمام، في عندك الراديو اللي عند الزلمه. 100 دينار، برافو. في عندك كمان التفاح اللي على الطاوله. صندوق هدايا ثاني. في عندك غرفة رقم 4. تي ان تي خسرتك كل الجوائز، ولكن كملي وقتك. أوه. شغال، ما عليك. طيب، في عندك الكاس العصير اللي عند الزلمة. اللي عند الزلمة، اوكي. كاس العصير اخترناها. والنظارة اللي على وجهه للزلمة. 100 دينار قدرتي ترجعي وتجمعيهم قبل ما ينتهي وقتك، الف مبروك اكيد لك ال 100 دينار، بعتصر فيهم بالهنا اكيد. ننتقل لمتسابق جديد. هلو، مساء الخير. اهلا وسهلا يا رونيتا. الو، مرحبا. مرحب، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. اهلا وسهلا فيكي، 45 ثانية. يا لا، هاي لسه في كثير قطع، لسه في كثير قطع موجوده عندك، في العنايه المركز، اللمبه، في كمان كاسه، معلقه، يعني شايفه في لسه، ركز كثير منيح بالصوره بتلاقي انه في كثير قطع. متحمسه للمسابقه؟ طبعا اكيد. حاسه حالك رح تجمعي مبلغ منيح؟ ان شاء الله. ان شاء الله، يلا يا رب. 45 ثانية بذكرك، ما تخلي 10 ثواني يمرقوا بدون ما تختاري اي قطعه، وكمان حددي لي وين هم موجودين بالضبط، اوكي؟ اوكي تمام. تمام، بلش وقتك، تفضلي. سمعت الدكتور تحت التخت. 50 دينار، برافو. الكاسه اللي على الرف ورا الغرفه. صندوق هدايا. الجرس اللي بكعبه الحمار. 50 دينار ثانيين، برافو. كيس الدم المعلق جوا الغرفه. صندوق هدايا ثاني. حاولي اسرع. الورقه اللي تحت جحا او البرواز. ورقه اخترنا لك اياها، 50 دينار. اوكي، سله الزباله اللي جوا. للاسف طلعت لك، للاسف انتهى وقتك، ولكن قبل ما ينتهي طلعت لك قنبله يدويه وخسرتك اخر جائزه، ولكن قدرتي انك تجمعي 100 دينار بالاضافه لصندوقين من الهدايا، مبسوطه فيهم؟
أكيد حبيبة قلبي. خلينا نشوف أول صندوق شو مخبي لك. بدنا نحكي لك ألف مبروك قسيمة شرائية مقدم من مركز إيمانت كو لخدمات التنحيف والعناية بالبشرة والليزر بقيمة 200 دينار. أما الجائزة الثانية فهي مقدمة من أورنج ماني، أكيد يعني 250 دينار رح تكون محولة على محفظة أورنج ماني، ولإلك ولكل الأشخاص اللي بيربحوا هاي الجائزة بتقدروا تفتحوا محفظتكم بكل سهولة من خلال تطبيق أورنج ماني جوردن أو من خلال معارض أورنج. أكيد بدي أذكركم مشاهدينا بآلية المشاركة البسيطة، ما عليكم إلا إنكم تبعتوا رسالة نصية للأرقام الموجودة قدامكم على الشاشة، وكل ما بعتوا أكثر كل ما زادت فرصتكم بالمشاركة لربح مبالغ نقدية بآلاف الدنانير ويعني يوميا وجوائز عينية كتير، وكمان كل ما زادت فرصتكم لربح الجائزة الكبرى في نهاية الشهر الفضيل سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 مقدمة من شركة أبو خضر للسيارات الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه. تتميز سيارة شيفروليه كابتيفا بتصميمها العصري مع مقصورة رحبة صممت خصيصا لتلبي احتياجاتكم. جوائز اليوم وكل يوم عديدة ومتنوعة، ومنها جوائز مالية كبيرة وهدايا كتيرة. ولكل الأشخاص اللي واجهوا مشكلة في إرسال الرسائل تواصلوا مع مزود الخدمة الخاص فيكم لحل المشكلة، وإن شاء الله تكونوا من المتسابقين ليكون عندكم فرصة تربحوا زي ما كتير ناس ربحوا معنا. وكمان لكل الأشخاص اللي ربحوا خلال الحلقات الماضية رح يتواصل معكم القسم المعني بتسليم الجوائز خلال أيام الشهر الفضيل، ومبروك لكم كل الجوائز اللي ربحتوها. وما تنسوا كمان انه تطبيق حكاية الموجود على بلاي ستور اب ستور وهواوي اب جاليري رح يساعدكم في معرفة الصورة قبل ما نلعبها على الهواء، لهيك حملوا تطبيق حكاية لتوصلكم قصة جحا الجديد اللي رح نلعبها بكرة واللي اكيد رح تسهل عليكم المسابقة. وايضا لكل الاشخاص اللي حملوا التطبيق اعملوا ابديت حتى يوصلكم كل شيء جديد، لانه احنا دائما بنسعى للتطوير. وهيك مشاهدينا بتكون حلقة اليوم وصلت لنهايتها، بنشوفكم بكرة في نفس الموعد بمسابقة حكاية ومع متسابقين جدد وجوائز مالية وعينية جديدة. وهلا بننتقل لمسلسل 2020 مع الفنانة نادين نسيب نجيم والفنان قصي خولي. تابعوا منيح وخلوا عيونكم على رؤية، لأنه بأي لحظة ممكن يظهر السؤال على الشاشة اللي من خلاله رح تربحوا معنا مجموعة جوائز. بتمنى لكم سهرة سعيدة مع شاشة رؤية، ودائما لمتنا غير.